يا حبيبتي ما بيتجوز غير الحمير. طب ممكن تحكي لي حدوته؟ بص يا حبيبتي انا بقرا الجورنال، ممكن احكي لك الحدوته وانا بقرا الجورنال. بلطجيان يضربان شاب على امتي راسي. ان شاء الله يجي لهم ضربه في ايديهم البلطجيه دول ويضربوا امه. ليه؟ هي عملت لهم ايه؟ انا عايز اقول لك ان وزاره الشباب والرياضه عملت احصائيه اطلعت فيها ان نسبه التعدي بالضرب على امهات الشباب وصلت 100%. أمهات الشباب؟ أمهات الشباب دي بقى غير الفراخ الأمهات، أمتي رأسه يعني على رأسه من ورا يعني. وأمتي رأسه به دي حبيبتي هي الموعظة اللي هتطلعي منها من الحدوتة. دلوقتي حمادة امبارح ضرب ميدو على أم رأسه والفصل كله سقف. وميدو قعد ساكت. أنا لو مكان ميدو ده ما كنت سبت حقي، كنت أخد حقي لو على جثتي. ما أنا ضربت شريهان ونيلي امبارح. وضربت شريهان ونيلي ليه؟ معرفتيش تحل الفوازير؟ ما هم ضربوني. ما هو لكل فعل رد فعل مساوي له في السرعة وموازي له في الانفعال. حاجة تعرف، حاجة تعرف، الشوارع مليانة بلطجية وصيع ولات الأدم ومعاكسات. ايه يا سناء مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجة، وانا جاية من عند أول الشارع وماشي في أمانة الله ومروحة بيتي، الواد ليمونة وفراولة وحرنكش ومشمش عكسوني وضايقوني. قالوا لي ايه العيال دي؟ قالوا لي ها قالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي احكي لي في ايه. قالوا لك ايه؟ قولي. يا غرابي. ان شاء الله يا رب يجي له نقطه في لسانه البعيد. البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحته وما اتخانقتش بقى لي فتره يا عكس اختي؟ لا لا لا، اهدى يا عادل، اهدى يا ابني واقصر الشر عشان خاطري. ده انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاه الواد ده. اسمه ايه الواد ده؟ الواد اسمه مشمش. مشمش مشمش وعامل لي راجل بيقعدوا فين؟ يقعدوا ساعات على النصر وساعات في صاله البلياردو وساعات في غزل الواد ابو الروس. ماشي. انت عرفت من ايه؟ انا ما ساعات لما ببقى جاي من المدرسه كده براقبهم، قصدي بشوفهم قاعدين في كذا حته. انا هتصرف معاهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش وعامل لي فيها راجل وبيعاكس اختي. يا نهار اسوح، انا بقى هخليه مربي مشمش. عادل عادل عادل، ما تعورش الولد يا عادل، عايزك تسيطر على انفعالاتك وغرايزك يا حبيبي. انا مش هسيطر على اي انفعالات، وانا يا هم العيال دي نسيوا الايام ما كنت فورما، انا هفرجهم. اسمه ايه؟ مش 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 عجبك كده؟ هم اللي حكشوني يا ماما. اسكتي. بقولك ايه يا كبير؟
هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقول لك يا كبير، ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا افرجك دلوقتي على محل الفكهان اللي هيفتح. انت مشمش؟ انا مشمش. اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ايه ايه ده؟ ده مشمش محقون هرمونات ولا ايه؟ دول ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني. ما بلاش حاجه خالص يا سامع. تعالى يا خفيف منك. لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي؟ حضرتك بص، مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا، انتوا تتضربوا الاول وبعد كده تتأسفوا. بص حضرتك، احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب، بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مشمش ماجنس وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قلتلناش على الاسامي دي خالص حضرتك. يا مين دي؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت تصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده. تعالى لي انت يا حلو. ليه؟ هبتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال؟ هبتدي بيك انت الاول بس اسمع. يا دول الحقل يا دوله. حضرتك هو ده السبب حضرتك، هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عكستوا اختي وانا قلت له انت مالك، دول ناس محترمين مش استحاله يعكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل ياه. حضرتك ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك دي اللي ايدك دي هو اللي كان بيجوعني وعايز يقطع عيشي يا فندم، والله هو اللي قال لي تعالى. لا 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 حضرتك اقطع عيشي بعد اذنك، بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيشي ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كداب كداب. لا 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 اسكت. انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا وبعد كده نخلص على بعض. هنروح المخزن نشقلط. يلا بلاش المخزن، بلاش المخزن، بلاش المخزن شقلط. معلش بس حضرتك. استنى استنى استنى. السلام عليكم. عليكم معلم تيتي. معلم تيتي تاخد مين على المخزن يا تاخد؟ ايه تاخدنا على المخزن ده؟ انا ممكن اخدك بقى عندنا في البازار، احنطك وبيعك مع التماثيل. ايوه وممكن اكسرك زي التماثيل وبعدين اقوم لحمك وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني. واحنا مرناش رجاله ولا ايه؟ فيها رمز؟ فيها جدعان؟ بقى معلم تيتي، اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص. قفاص ايه اللي بتحط فيها الفاكهه يا دول؟ كده غلط على الزلط يا معلم تيتي، وانا مش هسيب العيال دي النهارده. روق يا مش، مش انت طرحت امتى في ايه؟ العرجوزات دي بتتمانس عليا يا معلم تيتي، وانا مش هسيبهم وبتمانس على الرجاله بتاعتي. بس يا معلم تيتي لحضرتك في سبب يعني يا معلم تيتي، ان الفروت صلات ده حضرتك يعني عارف عاكس اختي. الكلام ده حصل يا مشمش؟ ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي. بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا مشمش؟ لازم تعتذر له ولا غلط؟ خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت اعتذر له. حقك عليا يا كابتن. ادي راسك يا بوس. شكرين قوي. انا مش قابل اعتذارك وهتتضرب يعني هتتضرب. بس يا حيوان، بس يا حيوان. يا دول علشان يتعلموا الادب بقى، وبعدين انا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه. لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم تيتي. انا اتكلمت، انا اتكلمت. وحيث ربما بقى الاعتذار مرفوض، يبقى كلكم مع بعضيكم اصطفلوا مع بعض وهات لنا شاي. معلم وائل هتراهن على مين؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة، قبل الرهانات وقبل أي حاجة، حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده يعني عيب، إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة، بس إحنا مش جاهزين دلوقتي، أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن مش كده يا رمزي؟ هنعمل إيه؟ هيموت النهاردة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ بعد إذنك، بعد إذنك، سيب لنا بس أسبوعين يا معلم مشمش، يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله، ويكون المعلم مشمش استقى وطلب الاكل. خلاص عرفت. ما تيجي نجري احسن يا دول. لا نجري ايه، ما فيش وقت للجهد، احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين. الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هنتدرب في الجيم. يلا شيل الوزن اخره. كفايه يا كابتن مش قادر. محدش يقول لي كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنة معرفش يشيل الوزن ده. جبت اخري يا كابتن. قوم قوم اتفضل. جبت اخري. روح العب على البتاعه اللي هناك ديت.
ما حدش يقول يا كابتن اخوي. الحق دول ده ماسك كرباجي يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقه هنيجي نتدرب هنتضرب في التدريب. يلا بينا. ما حدش يتحرك في الهواء. دخول الحمام زي دخول وخروجه. ايوه حضرتك حضرتك احنا هنبقى هنتكل على الله بقى. يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. ما حدش يقول هنتدرب هنا إيه للي حدد. طيب يا كابتن معصعص يعني احنا هنتدرب امتى؟ اه معصعص بدلعنا بدلعنا. لا ما يقصدش حضرتك حضرتك ما يقصدش ان هو يدلع حضرتك. دي زلفه لسان. هو يقصد يعني يسالك احنا هنتدرب امتى بقى؟ انا اللي حدد. ما حدش يحدد. حاضر حاضر. انا كابتن عصوصه حايز على الاولمبياد كلها في العظمه الذهبيه في اولمبياد بانا. محدش يقول امتى. حاضر مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب اه هو يا ابني كده امتى؟ مش اول يحصل انترفيو وبعدين تملوا الابلكاشه. حضرتك تقصد الابلكيشن يا دوله. ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس هلا. انت كويس هلا ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. هلا حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج. طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت يعني كنت بتدرب جمباز. قعدت لعبت جمباز فترة طويلة يعني لعبت يومين مثلا. بس مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا. انا اللي شلت المرتبة من تحتي حضرتك. ايوه دول كنت عايز انام يا عم بقى. السؤال الثاني يا هلا. وخد بالك من السؤال الثاني عشان تحويس. ماشي حاضر حاضر حاضر. ما هي دوافع التدريب؟ حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول حضرتك يعني. دوافع لا باس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا هخلي الخصم يقعد يضرب فيا يضرب فيا لغايه ما يتعب وبعد كده اقوم انا داخل منوله 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 جايبه على الارض. محدش يحدد الخطة دي استراتيجيتي انا. محدش يحدد. العب ده حاوي يا دولة ده حاوي. استنى 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 هيطلع نار من بقه. اصبروا اتقال. ادافع خالة. انا توافع تتريبي ان انا اتشغال عنده يعني وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقة دي يعني حضرتك. دوافع لا بأس بيها. دوافع لا بأس بيها. ربنا يخليك يا كابتن معصعص. السؤال التالي وهو صعب قوي وهو خارج الأسئلة اللي أنا كنت حاططها في الأبلكاشة. مين اللي كان بيلاقي أختك هلا؟ حضرتك مشمش ماجنس ولمونة حرنكش. مين هلا؟ كشكش فسفس ولمونة مصمص. مين هلا؟ فسفس حسحس ولمونة حرنكش. دي بقت معركتي هلا هلا. أنتوا الاتنين على مشمش وأنا سيبنا على الكابتن أملا. أنا هو أنا دو ون 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 دهو. أنا هو أنا دو أنا دو أنا هو أنت دو أنت دو أنت دو أنت هو أنا دو أنا دو أنا دو أنا هو أنت دو أنا هو وأنت اطحن جامد. يلا اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول للعضلات في الجسم عشان معاه الخناقه. دول هو الاكل الكتير ده هو اللي بيطلع عضله البطن. ايوه اول ما تطلع لك عضله البطن بقى اي بنيه حد منهم يديها لك ايده توجعه. يلا الا ما بان عليكم تمرين ولا حاجه. امال فين العضلات؟ عضلات يا ماما العضلات دي موضة قديمة. احنا دلوقتي بنربي عصب الاول. ربي يلا ربي. ماشي دولة على فكرة في انا حاسس ان عضلة الرجل بتاعتي بقت ضخمة قوي على فكرة. كويس يلا. لان كده عضلة الرجل اما تيجي تضربهم بالشلاليت يا نهار اسوح رجلك ما جرالهاش حاجة. وكل عظم يلا كل عظم. عادل عادل
البتاع دي انا هعمل بيها ايه؟ هعملها شوربه ولا هقلي بيها سمك بدل الدقيق؟ النبي يا احمد خالتي معادل، اعملي لي طبقين كده بس حطي عليهم شويه جوز الهند كده وزبيب. يا غبي غبي يلا، انت فاكرها مهلبيه؟ يلا لا ده ما بيتعملش كده خالص. بص يا ماما اعملوا لنا سندوتشات ناخده معانا واحنا رايحين الجيم. حاضر يا حبيبي. عادل يا عادل، الكالوريز اللي في الباودر ده لازم يتحرق والا هيعمل ترسبات على الكبد. خلاص يا رانيا نبقى نبلع لهم يا دول بقى يعني قرصين فحم كده. لا انت ابلع كميه فحم كبيره، وبص الكبريت ده خده ولعه وابلعه بعد الفحم ده يديك طاقه. يلا انا الخناقه ميعادها امتى ان شاء الله؟ في القهوه. بتسالي ليه؟ عشان نيجي نتفرج او نعزي. بس مش فيكم طبعا، فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قريب. يلا كلينكس كلينكس بسرعه. زورت اكيد بلعت العظمه يا غبي يا غبي، قلت لك ارقشها الاول. تتعامل مع الاكل ككلب. السلام عليكم. سلام يا ياسمين. عادل عادل. ايه يا ماما؟ خد سندوتشات البودر. كويس، ايه السندوتشات اللي يفضل نبقى ايه ناخده. يلا استنى. يلا طمني، انت خسيت ولا ايه؟ طب والعضله دي كده دول بسرعه اهي زي دي، انت بتترعش ليه يلا كده؟ هايل هايل هايل، احنا وصلنا لمرحله عضليه في زمن قياسي. ده فاضل له كتير بقى، ده لسه طبعا. حضرتك يعني ايه؟ دول انا سعاده دول بقى، ما تخليهم يوطوا التكييف ده دول. يا ما انا قلت لك البس بلوفر تحت الفالينه، انت ما تسمعش الكلام. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب كده. وصلنا لمرحله ان احنا ممكن نتدرب 8 ساعات دون اي ارهاق. حضرتك نتدرب 8 ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتدرب لمده اسبوعين عشان نتدرب. دي استراتيجيتي، محدش يدخل في الاستراتيجيه بتاعتي. كابتن معسعس، انا جسمي مش حاسس بيه والله. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ايوه انا خطتي اللي قبل كده الخصم يقعد يضرب 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 لحد ما يزهق، اول ما يزهق هيمشي ويسيبك. حضرتك يعني بس دي خطه عجيبه يعني. ولا خطه عجيبه ولا حاجه، دي كانت خطتي مع الكابتن امله. يفضل يضرب 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 يضرب. ايوه بس للاسف ما زهقش مني، انا اللي ضربه وافترى عليا. معلش معلش، الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عصعوسة ان شاء الله خير يعني؟ ان شاء الله باذن الله هنسمع سمع خير، او نسمع سمع هس. طب يا كابتن عصعص، يعني انت مش جاي معانا الخناقه بكره ولا ايه؟ مين اللي يروح معاك انا؟ مين اللي يروح؟ انا ما بروحش اي حته، الكابتن هبل ممكن يفتري عليا. كابتن هبل وصل. سناء منك لله، خلي بالك من نفسك يا ياسمين. رانيا خلي بالك من ياسمين. ماما لا لا يا عادل بلاش، ما تروحش الخناقه دي، انا خايفه عليك. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش، يعني هيحصل ايه؟ سيبيه يا ماما سيبيه يروح ياخد لي حقي، هو مش راجل ولا ايه؟ بصي ما تستفزني زياده، ما انا مستفز، انا هعمل ايه؟ ما احنا رايحين نموت اهو. نقنق انا كنت عايزك يعني تفتكري اني كنت شهيد حبك يا نقنق يا حبيبتي يا قمر، يا احلى حاجه في الدنيا كانت عندي يا رب. يا غبي يا غبي يا غبي، ما انت شايفني رايح اتهبب اهو، رايحين نضرب العيال اللي يعني عكس اختي، انت جاي بتعكسها قدامي يا غبي. يا دوله بقى يا عم بقى وبتزق كمان يا دوله، وانت كل يوم يا عم تدب لك خناقه علشان اختك اتعكست يا دوله، انت كده هون يعني هتتخانق مع طوب الارض. اخرس اخرس، دول بيعكسوني عشان انا مش معبراهم ولا بصلهم يا حقير زيك كده. عادل لو سمحت انا عايزه تذكار من المعركه اللي انت رايحها. تذكار يعني اجيب لك مطوه بتاعه الخصم مثلا؟ لا لا لا، انا عايزه بيس اوف الملابس بتاعه الخصم علشان افرح بانتصارات جوزي. خلاص نجيب بيس، فكرني نجيب بيس ده. حاضر يا دول. عادل لا استنى، انا جايه معاك عشان اشوف طاري وهو بيتاخد. يعني انت هتيجي معانا؟ هترجعي مع مين حضرتك؟ معاك؟ لا ما احنا احتمال بعد ما نخلص نطلع على القصر العيني من بره بره يعني. لا خليني احسن. على فكره نقنو انت ممكن تتفرجي عليه في التلفزيون، الخناقه هتتذاع على فكره. يلا السلام عليكم. عادل عادل بلاش يا ابني، اغزي الشيطان واقعد. خلاص يا ماما خلاص،
سبق السيف العسل. طب خد الحجاب ده، خده عشان يحرسك يا حبيبي. ماما ماما ابقى افتكر ان عندك. يلا 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 عادل عادل. باي عادل باي. الو بوليس النجدة؟ ولعنا النار وكسرنا عين الشيطان. عندك اتنين عينيه بلا احلى اتنين شباب. بدوي بدوي بتهوي على ايه انت دلوقتي واحنا لسه ضربنا؟ سيبنا يا ابني سيبنا. خليه يهوي يا دولا، ده انا هموت من الحر. يا ابني انت كده كده هتموت من الحر، من البرد كده كده هتموت. لحظه بقى يا معلم تيتي، رهان على مين يا باشا؟ ده اسال يا اهبل. بشمش وحرام كشطار. ولا بشمش وحرام كشطار. ايه دولا ده؟ هو مفيش حد خالص بيقول دولا ورمز ليه؟ ايوه يا ابني، ما الناس مش عايزه تخسر فلوسها. طب لحظه واحده دولا، ولا حته امورنا بكراتش. مشمش وحرنكش. مشمش وحرنكش يا غبي يا غبي. ما هو ما عندكش ورثه ياخدوا الفلوس دي لما انت تموت يا غبي. اهلا بيكم يا رجاله، اهلا بيكم في الخناقه الكبيره الكبيره قوي اللي الجيزه كلها هتتكلم عليها. يا نهار ابيض، يا ريتنا كنا نبقى موجودين اما الجيزه تتكلم نعرف هيقولوا ايه. كده كل الرهانات وصلت والان تبدا المعركه. يلا يا محمدي. ايه اللي هيحصل كده؟ محمد جاي. ايه ده ايه ده؟ دول هو مكتوب ايه؟ مكتوب الجوله الاولى والاخيره. ما تخافش يالا، ما تخافش يالا، كده كده هنموت عادي. توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله. الجوله الاولى. اعمل نفسنا مش واخدين بالنا، ماشي كاننا بنتفرج على البحر عادي. دولا دولا انا مش حاسس بكتفي اليمين، انا مش حاسس بحاجه خالص. يلا نط في الميه. يلا نط في الميه. لا هنغرق يا دولا. ما كده كده هنموت. يا دولا طب خش انت. طيب يا دولا خش يا عم، ده العمر قصير او قدول. بس عشان تضربونا براحتكم بعد اذنك يا كابتن. حد مش 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 هموت في ايده، هموت في ايده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برضه يا مشمش انت وحنكش ده انتوا مسجلين خطر، وعلى فكره المره دي مش معاكسه، ده اعتتاق بالضرب على المواطنين. خد المعسكري على البوكس. بعد اذن حضرتك ممكن اركب البوكس؟ اتفضل اتفضل. يلا يا بوكس، يلا يا بوكس. انسحاب انسحاب. بنسجل بنسجل نسجل ونؤرخ انسحاب مشمش وحرنكش، هو فوز تاريخي وغير متوقع وعالمي لعادل ورمزي.